مداخلة هاتفية الآن مع بخاري رابح المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية. رابح بخاري، أهلا وسهلا بك معنا على قناة الشروق الإخبارية. تفضل، حصيلة أولية لحادث المرور الذي تعرضت له حافلة فريق مولودية البيض على مستوى الطريق الوطني رقم 6، تفضل. مساء الخير. بالنسبة للحادث المرور كان وقع أمسية اليوم حوالي الساعة 9:05 للطريق الولائي، الطريق الولائي يربط بين دائرة شوقر وبلدية سيدي عبد الغني. على كل حال، الحافلة لنقل المسافرين كانت تقل كما ذكرتم فريق مولودية البيض اللي كان باتجاه إلى ولاية تيزي وزو. فالحادث هذا على كل حال كانت ربما فيه يعني حصيلة نوعا ما ثقيلة، إن سجلنا يعني 2 متوفين وثمان جرحى، وكذلك فيه 9 يعني عندهم حالة يعني هلع وخوف وغيرها، تم نقلهم يعني في ظروف حسنة. بالنسبة للحصيلة يعني نهائية مازالت مصالحنا في عين المكان، يعني الحصيلة ماهيش نهائية بحال. بالنسبة للوحدات التي تدخلت فيها 3 وحدات، وحدة رئيسية، وحدة سوغر، ووحدة مهدية، كما ذكرت العملية متواصلة وكل يعني الظروف مواتية، والجرحى والمتوفين تم نقلهم طرف مصالحنا في طرف الحال، والعملية لازالت متواصلة إلى حد الساعة. تؤكد أنه هناك حالتي وفاة لحد الآن؟ نعم، بالنسبة للوفيات لم يتم بعد يعني تحديد سنهم وكذلك زاويتهم، وما تم نقلهم طرف مصالحنا إلى مستشفى ميموني طاهر بدائرة شوقر. وكما ذكرت يعني الحاصلة ليست نهائية بحكم أنه حتى بالنسبة للجرحى فيه يعني إصابات متفاوتة، في ربما في يعني الساعات أو ربما حتى الدقائق القادمة راح تكون في الحاصلة يعني بالنسبة للحادث.